السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو ومع كيفية جديدة سهلة سريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. احنا متعودين على المعكرونة صلصة حمراء بالطماطم، اليوم راح نعمل مع بعض معكرونة صلصة بيضاء بالدجاج والكريمة، روعة في البنة. راح نحتاج طبعا إلى معكرونة أي نوع عندك في البيت، نحتاج كذلك إلى دجاج مقطع إلى مكعبات إذا توفر، كما يمكنك الاستغناء عنه، حبة بصل متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة، كذلك كمية من السبانخ مقطعة إلى قطع صغيرة، قطع من الجبن. هنا استعملت 5 قطع، يمكنك استعمال كمية أكبر أو أقل حسب الذوق. كذلك عندي 2/3 كأس من الكريمة الطازجة، رشة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة ونصف زيت زيتون أو أي زيت نباتي عندك في البيت، كما يمكن استعمال ملعقة كبيرة من الزبدة عفوا أو المارغرين، نصف ملعقة من الكاري بودر دو كوري، ملعقة صغيرة من الريحان أو الحبق، زائد ملعقة صغيرة من الملح. نبدأ على بركة الله. أول شيء نبدأ به هو البصل، بعدها الدجاج، ثم الزيت ملعقة كبيرة ونصف، رشة فلفل أسود، ريحان أو الحبق ملعقة صغيرة، بودرة الكاري نصف ملعقة، وملعقة صغيرة من الملح. نخلط جيدا ونضع مباشرة على نار هادئة ولا نضيف أي سائل. نترك الدجاج والبصل حوالي 20 دقيقة، أكرر، على نار هادئة. في نفس الوقت أضع المعكرونة في ماء يغلي زائد ملح حتى تطهو. بعد مرور حوالي 20 دقيقة نرجع إلى القدر التاعي، نحرك قليلا وبعدها نضيف السبانخ، كذلك نزيد نحرك مليح، وبعدين نضيف كأس من الماء وكيف كيف نخلط جيدا. نضيف الآن الكريمة الطازجة، ثم قطع الجبن مع مواصلة الخلط. لتقطيع الجبن إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية ذوبان الجبن. الآن راني نزعتها من الفرن بعد ما أصبح القوام كثيف. ناخذ صحن تقديم به معكرونة اللي كنت طهيتها في الماء والملح. في الحقيقة عندكم خيارين، إما توضعوها داخل القدر تخلطوها وتقدموها، أو توضعوا الصلصة فوق صحن التقديم مباشرة، وها هي النتيجة. أنا أوجدت هذه الكيفية كي أشجع أطفالي على أكل السبانخ، كما تعرفوا هي عندها حدة في الذوق، هذه الحدة هذه تختفي تماما لما تختلط مع باقي المكونات وتعطينا نتيجة جد رائعة. أنا أشجعكم على تحضير هذا الطبق، ونطلب منكم فقط تخليوا لي تعليقاتكم والملاحظات تاعكم، وفضلا لا أمرا نطلب منكم تشتركوا في القناة ليصلكم الجديد. وما بقى لي غير نقول لكم فرصة سعيدة وإلى الملتقى إن شاء الله.